يا الله صار الصبح، يلا خليك اقعد. اوه بس بابا شو ما موجود، يا معقولة طالع؟ اي صحيح، احتمال رحنا سوق يجيب لنا اكل ويجي. يلا يلا خلينا ننتظره. اي يا سان، اشتريت من الاسواق، هسه لازم اروح على بنتي. بس انا اليوم خلاص قررت ان احكي ويا بنتي واقولها على هذا الموضوع، يعني خافي عليها من جات يا صغيره. بس هسه خلاص اجى الوقت اللي لازم تعرف. اي يلا خلي اروح واحكي وياها. اي هذا بابا اجي. ايوه اخيرا، اهلا بابا. اهلا بنتي رانيا، صباح هلا بابا، الخير. صباح النور. اي بابا كنت انتظرك كل شوي، وين كنت بابا؟ اي باي بنتي، انا رحت اشتريت اكل وجيت باي جبت لك هذا الهمبرجر. شكرا شكرا، انا كلت جوعانه، يلا خلنا اكل. اي كله زين باي بنتي، بس انا اليوم قررت اني لازم احكيك بهذا الموضوع. شنو بابا، ايش تحكي باي موضوع؟ باي بنتي، انا اريد اقول لك انه انت تختلفين عن كل البشر. شنو؟ اختلف عن كل البشر؟ إيه؟ بابا ايش قاعد تحكي؟ ما جاي افتهمك. باي بنتي، اللي راح اقول لك اياه انا ابد ما قال لك اياه من انت كنت صغيره. باي بنتي، امك كانت عندها القوه الثلجيه، بس انت عندك اكثر من اللي عند امك. شنو بابا؟ قوه ثلجيه؟ بابا شنو قوه ثلجيه؟ ما قاعد افتهم. باي بنتي، هسه انا راح افهمك، بس بالبدايه اريد اقول لك انه انا طول هالفتره انت من كنت صغيره لحد هسه خليتك بالبيت، ما رضيت الناس يدرون بيك، اذا دروا بيك راح يسجنونك. يسجنوني؟ اي بنتي. شو عرفت انه يسجنوني؟ باي، لان هم مش من دروا بامك عندهم هالقوه الثلجيه راح يسجنوها. شنو؟ امي يوم عرفوا بيها عندها قوه ثلجيه سجنوها؟ اي طبعا بنتي. زين بابا يسوون ماما؟ باي بنتي، انا لحد الان ما اعرف وين مكان امك، بس انا خفيتش طول هالفتره لان ما رضيت الناس يدرون بيك. زين بابا هسه ما فهمت، شنو هذه القوه الثلجيه؟ تقدر تقول لي عليها؟ ها اذا تريدين تشوفيها تعالي بنتي هسه راح اخذك للبحر. للبحر؟ اي طبعا، تعالي وياي وراح اشوفك. يلا اوكي بابا، يلا مش خلينا نروح. يلا تعالي بنتي، احنا وصلنا تعالي. يعني بابا ليش اللي من البحر؟ يعني القوه اللي من البحر؟ اي باي بنتي، انا اللي اريده من عندك ان تشوفين القوه مالتك بعينك. زين بابا شو راح اشوفها؟ ما شفتها معليك. باي اللي اريده من عندك ان تمشين على هذا المي وتعبرين للجهه الثانيه. يعني شلون امشي على المي؟ بابا لا مستحيل، انا كنت اغرق، ما اقدر امشي. لا بنتي انت ما راح تغرقين، انت عندك هالقوه الخارقه وهسه حتشوفين. يعني شلون بابا قصدك انا امشي على المي؟ عبري وراح تشوفيني بعينك. يلا اوكي خل احاول، وبس انا متردده. يلا يلا خل اجرب. هاي شنو؟ هاي شنو؟ ما جاي اصدق، يعني اذا امشي ما علي شيء يتحول كله ثلج. واو انا كل فرحانه، واو بابا ما جاي اصدق، يعني صدق انه انا عندي هذه القوه الثلج. يلا يلا خل امشي. اي بنتي هاي هي القوه اللي قلت لك، بس انت هالقوه اللي عندك انا حاولت اخفيها وما قلت لاي احد انك عندك هالقوه. بس بابا انا كلش فرحانه، اي طبعا يعني بنتي علمي وكش ما علي. بس واحد انت، انا هاي الميدالية مالتك انا احتفظت بيها من انت كنت صغيره، انت كنت تلعبين بيها وصارت نفس القوه، بس انا ما اقدر استخدمها، بس انت تقدرين تستخدميها. الميداليه؟ شنو هذه بابا الميداليه؟ شغل اشوفها؟ اي صحيح، انا اتذكر هاي الميداليه من كنت صغيره العب بيها. اي باي بنتي، واو هو هذا باي، هذا الثلج، هي قوه الثلج بنتي. بابا انا كلش فرحانه. بس باي بنتي اللي اريده من عندك انه ابد ما تقول لي احد على هالقوه، لان ما اريدهم ياخذوك من عندي مثل ما سووا واخذوا امك. اي صحيح بابا اوكي، ما راح اقول اي احد، هو هذا راح يبقى سر بيني وبينك. كله زين عافيه بنتي، هسه احنا لازم نرجع للبيت، يلا تعالي. يلا اوكي بابا يلا. يلا تعالي بنتي. بس باي تشوفين هذا الخروف؟ اي بابا. انت تقدرين تجمدين هذا الخروف؟ جمده. اي طبعا. يلا اوكي خليني اجرب اشوف شو راح اقدر اجمده. اي باي بنتي. هذا صدق يتجمد. اي باي بنتي هذا راس، انت تقدرين تستخدمين على اي شيء، يعني اي شخص تقدرين تجمدين انت. بابا انا كلش حبيت هذه القوه، واو انا كلش فرحانه. يلا بنتي هسه احنا لازم نرجع للبيت. يلا اوكي بابا يلا مش خلنا نرجع. اوكي اوكي يلا خل اطلع اشوف البالكون. واو والله هذا البالكون كلش حلو. اي طبعا، يعني اي بيت جديد اشتري راسا اخليه بنار، يعني كلش احب النار وعندي هالقوه الناريه بهذا السيف، يعني اي شخص يبوجني راسا اقدر احرقه. اي طبعا، وعندي بيوت كلش هوايه، عندي بيت من ذهب وعندي بيت من نار، وهذا بيتي الجديد من الدايموند. واو واني اقوى واحد لان عندي فلوس كلش هوايه وعندي القوه الناريه ومستحيل احد يصير مثلي. يلا سخل ادخل. ايه يا سوني قعدت الصبح وانا كلش فرحانه بالقوه اللي عندي. زين شو راح اسوي سوني؟ ايه انا كلش عاجبني اروح البحر واسوي البحر كله جليد وناكل الزلج. ايه كلش حلو، بس بابا نايم اقول له لو اطلع. لا لا ما علي شيء، اروح على السريع اتونس وارجع ما اتاخر. ايه يلا يلا خليني اروح. ايه يا سوني صوت النهر، يلا اوكي خليني اسوي ثلج ونزح لك. كلش فرحانه اني. يلا بس خل امشي، انا كلش فرحانه راح امشي هنا بالمي وكل شيء ما علي. يلا يلا خل الزلج. يلا خل استعجل لازم اروح للشغل. بس هاي شنو، هاي قاعد اشوف اني، ها
هالبنية قاعد تمشي على المي وقاعد تتحول لجليد، يعني معقولة تكون عندها قوة الثلج؟ اي صحيح، تلعب شلون؟ هذا صاحب القوة النارية يقول انا اقوى شخص. لا مستحيل، انا اعرف اللي عنده قوة الثلج يصير اقوى. اي يلا خلي اروح وانطي خبر، خل اروح السريع. اي صار وصلت صاحب القوة النارية، لازم اقول له. اي لانه يقول انا اقوى شخص، بس لا انا متاكد انه صاحب قوة الثلجية يصير اقوى. يلا خلي اروح واقول له على السريع. افتحوا الباب افتحوا الباب. هي جت. نعم تفضل. انا جيت اريد اقول لك، انت مو تقول انه انا صاحب القوة النارية وانا اقوى شخص؟ اي طبعا انا اقوى شخص. لا انا هسه شفت صاحب القوة الثلجية طلعت بنية تمشي على المي وتحولها كله الى جليد. شنو انت متاكد؟ وانا متاكد انه صاحبة القوة الثلجية اقوى من عندك. شنو انت شلون تجرأ وتحكي شي؟ لا مستحيل، انا ماكو حدا اقوى من عندي. يلا ساني راح اروح. لا انتظر انتظر، بس دليلي مع عنوانها حتى اتاكد. اوكي هسه راح انطيك العنوان. هي ساني هذا الشخص اعطاني عنوان ولازم اروح واتاكد. من قبل كانت اكو بنية عندها نفس هالقوة وانا سجنتها وتخلصت من عندها، بس ترى انا لازم اروح واتاكد، خلي اروح السريع. انا كلش حبيت هذا المكان وحبيت التزلج على الجليد. واو بس بس انا كل جهد. يلا خروح البيت وكذا سوا بقعد ينتظرني. يلا خلي اروح. اي صار وصلت هذا المكان بس ماكو اي شخص هنا، يعني معقول هذا الشخص قاعد يكذب علي؟ يمكن قاعد يكذب. صار شنو ايش قاعد اشوفاني؟ هاي كنا انا جليد. صار شلون تكون الجليد؟ لحظة صحيح هذا دي يحكي الشخص، صحيح انه هاي البنيه صاحبه القوة الثلجيه كانت هنا موجوده. سان شو اسوي؟ شو راح اثر عليه؟ اي لازم اثر عليه واتخلص من عنده. يا مستحيل اقبل انه تبقى هنا، لان اريد بس انا الوحيد اللي عنده القوة الخارقة. شو اسوي؟ شو راح اسوي؟ ها جتي فكرة ببالي. اوكي انا راح اسوي مكافأة، ان اللي يعثر على هاي البنية راح انطيه 2000 دايموند. اي لان انا لازم اثر عليه واتخلص من عنده على السريع، ما اريد تبقى هنا، اريد ابقى الوحيد اللي انا مسيطر على هاي المنطقة. يلا خليني اروح السريع. وصلت البيت. يلا خلينا نشوف بابا. هلا بابا. هلا بنتي رانيا، وين تاخرتي بنتي؟ ظل بالي عليك. اوه بابا كنت العب، لان تعرف كل الضج بالبيت، فقلت العب بتونس وارجع. اوكي لحد انا حروح الاسواق اشتري وارجع. يلا اوكي بابا راح انتظرك. اوكي يا ساني وصلت الاسواق، يلا خليني اشتري وارجع على السريع. بس ها شنو خالين اوراق بكل مكان؟ شنو هالاوراق؟ شو خليني اقرا هالاوراق اريد اشوف شنو هي. ها شنو؟ هاي كاتبين اللي من يعثر على فتاة اللي تملك القوة الثلجية مكافأة 2000 دايموند. زين شلون عرفوا انه راني عندها قوة ثلجية؟ لا مستحيل، انا لازم ارجع على السريع واقول لبنتي. يلا خلينا نرجع على السريع. بنتي رانيا على السريع. نعم بابا نعم. لازم نجمع اغراضنا ونطلع على السريع من المنطقة. ليش بابا شو صاير؟ باي بنتي عرفوا بيك انتي تملكين القوة الثلجية. شنو عرفوا بي؟ اي طبعا. زين شلون؟ يعني احتمال انا اليوم اللي لعبت شافوني؟ احتمال بابا شافوني اليوم. اوه بنتي انتي شلون تسوين هذا الشيء؟ مو هسه عرفوا بيك، باي لازم ناخذ اغراضنا ونطلع على السريع. يلا اوكي بابا، يلا خلينا ناخذ كل اغراضنا. اوكي. يلا تعالي بنتي على السريع، احنا لازم نروح لغير مدينة حتى ما حد يعرفنا هناك. يلا اوكي بابا يلا امشي. يلا تعالي روني استعجلي، هسه احنا وصلنا لهاي المدينة. بابا انا كلش ما احب هالمدينة، كانت قريتنا شقد حلوة وحتى هناك بيتنا حلو. بنتي تعرفين انه لازم ما نبقى بيها، خلاص احنا طلعنا بس جينا هنا، اوكي لازم نبقى هنا. زين بابا وين راح نسكن؟ يعني راح ناخذ بيت نأجر؟ لا باي بنتي، هسه انا دو افكر انه نحفر ونسوي لنا قبو، اوكي نسوي بيتنا جوا الارض. شنو؟ قبو بيتنا جوا الارض؟ اي طبعا. بابا راح يصير ما حلو. بنتي احنا لازم يجي نسوي، ما نريد اي احد يعرف بينا. يلا اوكي بابا، انت مثل ما تقول. يلا هسه انا راح انطيك هذا الشفر، اوكي؟ ساعديني حتى نحفر هذا المكان. يلا اوكي بابا راح اشتغل. يلا تعالي. اي بابا بس انت قلت لي خلينا نحفر هنا، بس وين نحفر بهذه الجهه؟ اي طبعا بنتي، هسه لازم نحفر هنا على السريع، اوكي؟ حتى نسوي لنا مكان. اوكي بابا، هسه راح احفر مثل ما انت تريد، وراح نسوي لنا قبو جوا الارض حتى ما حد يشوفنا. يلا نحفر بعد وننزل اكثر. يلا عاد انا راح اساعدك. يلا بابا خلينا نشتغل. اي هسه انا اشتغلت وسويت القبو، اوكي بابا، هسه بعد ايش راح اسوي؟ باي بنتي، هسه راح انطج ذي البلوكات وراح نبني القبو مالتنا من هاي البلوكات. هذه كلها شكلها هذه البلوكات. اي باي بنتي، كلها شكلها. ذي البلوكات كانت امك هي تملك ذي البلوكات، وانا محتفظ بيهن. يلا اوكي بابا، لا هسه راح اسوي بيتنا كله من هذا. اوكي. خليني اسوي القبو، اوكي هسه متاكد راح اسوي القبو شكله كلش حلو. يلا خليني احط هاي البلوكات. بعدين انا احط بلوكات. يلا خليني اكمل. يلا وبعد حتى ادخل جوا وكمل البيت. اوكي. يلا بابا بس كل شيء كمل، بس ننزل جوا ونكمل بناء بيتنا. اوكي بنتي يلا تعالي خلينا ننزل. اوكي.
يلا ساني خل انزل وجبت خشبك شوي حتى كمل الارضيه. يلا يلا كل زين. ايوه حكي يا بنتي. حطي لنا خشب. يلا اشتغلي ارضيه، انا قاعد اشتغل وداوسه الجدران. يلا اوكي. الجدران صارت كلش حلوه. يلا اوكي بابا، هسه راح نكمل هذه الارضيه وكل شيء يكمل عندنا. اي كل زين. يلا راح اشتغل بالجدران. يلا بابا يلا اشتغل. ايه لازم نخلص على وقت حتى يجي الليل احنا بيتنا كامل. يلا يلا خلينا نشتغل. ايوه اخيرا بس احنا كملنا الارضيه وكملنا السقف. ايوه صحيح وحياسه كمل موعدنا القبو. بس بابا يعني مو مثل ذاك بيتنا القديم، ذاك كان بيه زجاج وكلش حلو. اوه بنتي باي احنا انا هيك سواد مضطر، ما اريد احد يندل مكانه، يعني انا كلش اخاف عليك بنتي. يلا اوكي بابا، بعد هسه ما بقى لنا شيء بس نجيب الاثاث ونأذن بيتنا حتى كل شيء يكمل. باي بس انا متاكد هذا راح يصير كلش حلو، يعني صح وجوه الارض، بس هسه شوفين راح نأذثه وراح يطلع بعد كلش حلو. يلا كل زين، هسه راح اروح اجيب الاثاث وارجع. أوكي يلا اوكي. اوه اليوم كل شوي تعبت، ايش قد حاولت تعثر علي بنية وما قدرت تعثر علي، حتى وزعت ونشرت منشورات وكتبت مكافأة 2000 دايموند ولحد الان ماكو خبر، بس ترى انا ما راح استسلم، اي انا لازم اعثر علي، مستحيل انا اخلي احد عنده قوة خارقة ويصير احسن من عندي، لا لا مستحيل، اي يلا خلينا ننتظر، لازم راح يجي واحد ويعطيني خبر. جهد زين ايش راح اسوي؟ خطي يا بابا قاعد يشتغل بالبيت ويأثثه، بس خلي اشوف انا بالصناديق بلكي عندي اكل. اوه انا ماكو اكل، زين انا هم ماكو اكل، بس انا ما اقدر حتى اروح الاسواق لان ما اقدر شي بهالمنطقه، فاحسن حل خلي اروح للغابه، يا هذه الغابه قريبه علي واصيد لي خروف وارجع. يلا يلا خلي اروح. يا هسه وصلت لهذه الغابه بس انا قاعد اشوف انه كل شوي خرفون، يلا خلي اروح اصيدهم. اوه بس انا ما عندي سيف، شو راح اقدر اصيدهم؟ تذكرت انا عندي هذه القوة الثلجية، وبس اضرب عليهم قوة ثلجية راح يموتون واصيدهم. يلا يلا تعال يا خروف تعال، اي تعال يلا موت موت. يلا يلا هسه بعدها مو اضرب القوة الثلجية حتى اي هذا اللحم، يلا خل اخذه خلص عن بعد فوق واصيد بعد خرفون. اي هذا هم خروف ثاني، يلا يلا اوكي خل اخذ هذا الخروف الثاني هم لحمه يفيدنا. يلا اوكي يلا خل اخذه. صراحة اللحم كل شوي كل الزين، هسه بعد لازم اروح البيت واشوف هذا اللحم اللي خطيبه بس اكيد جوعان. يلا يلا خل اروح. شنو؟ انا ايش قاعد اشوف؟ البنيه شلون قاعد تقتل الخروف؟ يعني معقوله تكون هي نفس البنيه؟ شوفها طلع الورقه؟ اي صحيح، هاي البنيه نفسها اللي عندها القوه الثلجيه. كاتبين مكافاه 2000 دايموند. اي انا فقير وما عندي فلوس. يلا خليني اروح اتبعها واندل مكانه واروح انطي اخباري عليه حتى يعطوني 2000 دايموند. يلا خليني اروح على السريع. ايه هسه صدت خروف. يلا اوكي، هسه اروح اساعد بابا، لا خطيه بابا قاعد يشتغل وحده. يلا خليني اروح. يا سوني دليت مكان هاي البنية، يلا خل اروح وابلغ عليها حتى اربح 2000 دايموند. يلا خل اروح على السريع. يا سوني طيت مكان البنية وربحت جايزة 2000 دايموند. يلا يلا هسه صرت كلش غني، يلا خل اروح واشتري بيت الي. واخيرا انا عثرت على مكان هاي البنية، يلا هسه خل اروح عليها واتخلص من عده. يلا خل اروح على السريع. يس انا وصلت المكان واخيرا عرفت المكان، بس شو راح اسواني؟ لا انا مو بس راح اتخلص من عده، لا هسه بالبدايه خل اسوي لي قبو وبعدين اشوف الوقت المناسب حتى اتخلص من عده. يلا هسه خل احاول ابني لي قبو اليم نار، يلا خل ابني. يس انا بالبدايه راح احفر هنا مكان واسوي لي قبو قريب علي حتى ابد ما افقد اثره. يلا خل احفر على السريع. واخيرا هسه انا كملت الحفر القبو مالتي وصار القبو كلش حلو، طبعا اللي سويته كله من البلوكات الناريه، بس هسه شنو محتاج؟ محتاج خشب، يلا خليني اروح اجيب خشب على السريع واجي، يلا خليني اروح. هسه انا رحت وجبت خشب على السريع، يلا خليني اكمل بناء مالتي، يلا خلي هنا اخلي خشب حتى تكمل الارضيه. هسه وراء اثث البيت وراح يصير مالتي كلش حلو، بس انا شنو خايف من عده؟ خايف اني اراقب هاي البنيه، لازم اعرف شو وقت تطلع حتى اشوف الوقت المناسب واتخلص من عده، حتى ابقى بس انا الوحيد القوي بهاي المدينه. يلا خليني اكمل شغل على السريع. هسه صار الصبح بس انا كل الضاج من هذا بيتنا، يعني هذا البيت مو مثل ذاك بيتنا القديم، ذاك بيتنا القديم كان احلى. بنتي رانيا رانيا. بابا؟ نعم بابا. شو انت مريض؟ اي نعم بنتي انا اليوم كلش مريض، اقول لك بنتي انا اريد مي، راح انطيك تجيبي لي مي. يلا اوكي بابا بس بنتي دير باكي على نفسك، انا كلش اخاف عليك، يعني لا تتاخرين. اوكي اوكي بابا، هذا البحر قريب علينا، هسه بسرعه اجيب لك مي واجي. يلا يلا خليني اروح. اوه انا صار لي شقد قاعد انتظر هنا، من البارحه بالليل انتظر، اريد اشوف البنيه بس لحد الان ما طلعت. يعني معقولة هم مساكني بهذا القبو؟ بس ها شنو؟ لا
لا لا لا إيه صحيح، هاي البنية يا فرستي، يلا خلنا نتبعها وروح وراها. أوه بس أنا كلش مكورة على بابا، لأن خطيه تعب كل شوية بالبيت واستثمره. يلا أوكي خلنا نطلع من هذه الجهة حتى تجيب لي مي. إيه من هنا البحر كل القريب عليه صار. إيه يلا خلنا نروح. إيه يا سن وصلت. يلا أوكي خلنا ترسلنا المي. أيوة أخيرا عثرت عليك وراح أتخلص من عندك. لا لا اعطوني. لا لا ساعدوني. أي هذا جزاك، ما تقدر تقتلني. أوكي بهذا المي راح تتجمد. يلا يلا خلينا نمشي عليه. ساعدوني أرجوكم ساعدوني راح أموت أنا. أوه زين إيش راح أسوي هسوني؟ أساعده؟ أوكي راح أطلع من هنا وأخذ السجن وما يقدر يواجهني ويقتلني لأني عندي هذا قوة الثلج. ساعدوني. يلا خلاص هذا الثلج وطلع. أوكي راح أساعدك. يلا امشي قدام على السجن. لا لازم تاخذ جزائك. شوف اسمعني، بدل ما كنت تحاول تغدرني وتقتلني لأني عندي قوة ثلجية. لا 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 قوتي أقوى من قوتك. لا ما يخالف أنا ما أفكر راح أروح للسجن. لا يلا امشي قدامي. أوكي أوكي. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، إذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة. نلتقي بفيديو جديد، مع السلامة.